عندك كيكة الشوكولاتة جميلة وسهلة وحلوة قوي وبسيطة. يعني عبارة عن كوباية اللبن، كوباية زيت، 5 بيضات، معلقة بيكنج باودر كبيرة كده، ومعاها ربع معلقة أو نص معلقة كربوناتو، هي اللي بترفع الكيك بتاع الشوكولاتة بيزا عشان الصوص يشرب فيه كويس. ومعانا معلقة كوباية كاكاو خام، كوباية ونص سكر، فانيليا وذرة ملح، ودول 3 كوبايات دي. أنا عاملة المقدار ده اللي عاملة صينيتين اتنين مش صينية واحدة. اول حاجه هعملها خالص احط كاكاو، وذره الملح، وبيكنج باودر سودا، هلففهم بعض كده، المواد الجافه الاول كلها كده هقلبها بعضها. كده قلبنا كل الدقيق مع الكاكاو الخام مع الملح والبيكنج باودر، وحتى نص معلقه شاي كده كربوناتو، بتعمل تفوكه حلو قوي بالذات في كيكه الشوكولاته، بتخليها حلوه قوي. خلاص كده نحط كل على جنب. في الخلاط بقى هجيب الخلاط بتاعي، اعمل بقى السوائل ايه، السوائل دي السايله كلها مع بعض. نحط 5 بيضات، ساشي الفانيليا، السكر، الزيت. Thank you.
نحط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص كل ده مع بعضه اهي، الموضوع بقى سهل جميل كده، طعمه حلو. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا. الصواني احنا دهنينها بالزبده بزيت ذره اي حاجه، بس لازم تتبدر تبطني الصينيه اللي بتاعتك بالكاكاو الخام، ما ينفعش بدقيق. كده تظبطي بقى الفرن بتاعك. انا مش شغاله الفرن قبل ما اشتغل خالص، يعني هتاخد تقريبا تاخد تلت ساعه على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، مش هتحل كمان تشغلي الوش بتاعها، هي كده كده اصلا تكون استوت. تمام. نحك كل حته فيها كده، كده لسه بعد كده شويه عشان يبقى كلها الاتجاهات كلها كده. خلاص كده تقريبا كلها فيها ايه، صوص شوكولاته ده. بس نجيب بقى صوص شوكولاته تاني كده، هننزلها عليه. الصوص ده انا كنت عاملاه، كنت حاطاه في التلاجة يعني لها مخصوص. كده جيب الشوكولاته الخام دي وابشرها بطريقه كده. Thank you.
بومب كده كده، يدي شكل جمالي برضو على مثلث، مثلث كده، مثلث فوق اللي قبله، يدي شكل حلو. قلم الانسولين ده برمي هنا ليه كده؟ قطع شوكولاته كده بالكراميل كده مختلف عنها شويه، اللي حابب تغيير. كله بس كده، حاجة بسيطة وطعمها هيبقى جميل وتعجبك.